معي سرطان الحمد لله نعمة. المهم رجال الدين نزلوا يتشمتون، يطعن في البخاري كذابين. عمري ما طعنت في البخاري، انا اقول في احاديث ضعيفه، ايه الدليل؟ قال الدارقطني وابن عثيمين والسبق وابن حجر، ابن حجر ضاعف حديث البخاري للعلم. المهم يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في البخاري، يخرب بيتكم اكذبكم، رجال دين وكذابين، والله العظيم لو دينكم يوزن بالذهب، يوزن بالذهب، لن يتبعه احد بسبب كذبكم. يعني انا في نفس مجالكم، نفس تخصصكم، دارس معكم واشوف كذبكم، كيف الناس العاديه الاخرى كذابين، يخرب بيتكم، ويطلعوا يتشمتون. لا وشو المشكله؟ يطلع والله نحن فضيله وسيم يوسف اصابه السرطان، نسال الله له الهدايه. لا هدايتك ما اريدها، اذا منهجك هدايه لي ما اريدها. انا اسال الله ان يهديني بهدايه القران، اسال الله ان يهديني بهدايه القران. لكن انت اذا هدايتك اذا تشوفني انا الضلال لاني اخالفك، ومره شفت مقطع فيديو وسيم يوسف اسال الله يهديه، احل الغناء، ابن حزم احل الغناء، الغزالي احل الغناء، تكلموا عليه، دليل جهله. قسما بالله اغلب رجال الدين اللي تشوفوهم، قسما بالله العظيم انهم جهله، جهله، بس مطلوب نتحملهم.